ومضى مسلم كان مركاه مركا انه انا الشخصيه الاسلاميه شخصيه ده مسلم كاي وشخصيه ده قابيه انتماء قول لي هي اما كتير سنيده وكتير سنية هي دينتي وقرد ما استرنيت واه انو كتير سنية كتاب كي وقو شرف بدنا اللي قو سيودة شي رسول كي وقو مدنا اللي صدر اي ومدي وقو مدنيت كتاب كاسو اللي قو سيودة شي بقعدة دوني ده وقو مدنا مكاة بشي وقو مدنا دو رمضان هبين كا وقو مدنا الليلة القدرية وحاصر نمو اختياراتي وحي تلمامي شخصيا وقرآن كان السمين هي اهتمام كلاسيي يعني مد ربانية هاي والرب قادو نسبة شاقتة ولذلك إلهي سبحانه وتعالى وحي نفريا إنه وحي نكفى أن النقطة شخصية داس ومن أحسن قولا ممن دعا ها إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يا كور في عن با إلهي إلهي سبحانه وتعالى يا كور في عن قف إلهي دتك أوي يا ري وإسنا عمل صوبا سمين إياه وشيغان إياه إنو يهي مسلم بانا هي كفان إياه وهو يو تلمامان إياه وفان مدن ربي يو تلمام إياه إنان عدك قول في عن إجرين نكاسكو أمانان إليه إنني من المسلمين شيغان إياه إلهي با إنو أمان إياه حليه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة يا كدين في عن بإله إليه يا كدقم في عن يا كدضن ما في عن كل رب يوه قان سمي إسقام محسن ومتبع الراعية وحي رسوش الله سوديبي إلهي سبحانه وتعالى وحليه صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله بالليل واحد عشرت يهود يكريستن كي واحد سمين شرين واحد إذا ده تعميد الدوب قفكم مركو ده شال الله كأنا ده بتنبيا لده حق ليا لقوم ما يدمر ده وده تكوى حطفة مركا يعني واحد وين هو يدي بالسيه يهود النمدي أما نصران النمدي أما كيس على السيه كاسة تصبغة الله إذا صبغة وكا إلهي وحلي سبحانه وتعالى صبغة الله بإلهي وحال والولاغ يقول وحبك ما تشراني وامحي مسلمين توحل لا يسبغنا الله صبغته صبغة الله إلهي الرنجي صبغة أصل هو الرنجي وقف إلهي مدبئي وكسو عيم بشرك انتي سكلا ومحال الله سو عيم إلهي سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون إلهي سبحانه وتعالى وحينوت المامية قفك مؤمن كلا تلمامي يقف نسبة شكتا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لقن إيا دين ربي كرا للنغضة وقف نسبة شكتا وقفك ترسل بلشة إلهي كنت المامي يبشر كينا يقوص الرئيس كنتم خير أمة أخرجت للناس بإلهي بحتين محي خير أمة أخرجت للناس دتكو يوفعنا وخير بدنا دتك الله صو صاربا إلى هلي حيث يدا خير يدا دوام محي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله خير يدا يا أمانتنا ليد وحويان إن ربنا الرميسنتهين حمهنا الريبتان سمهنا إسفرتان تلمام تاسبا وحي إذا كدكتين عن نقطان محي خير أمة شخصية دا مسلم كوا شخصية متميزة كسو عن قوة كالي إلهي وحو رسول كي سكولة يوحى تلادا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وحى تلادا با إلهي إذا كريوا جد كي إساقان وقويا ريادتك على بصيرة أنا جاي يقوى الراعبة من النهين كمان مدنهين محي مشركين كمان مدنهين متميزين عن أهل الشرك بارونا ده تكسر عنه كم موضة كوا شرك جوردن إلهي وحينات المام يقف كم مسلم كشخصية دي سويرة تهاي نلش يسودن إنه ربي جي كلا كلمه وقف قايد نسكي سكا قاتم حي هاجي هيسة يا هاجة رب السماوات والأرض العليم الحكيم الخبير
ذو الجلال والإكرام إله علمك بدن إخبرت بدن إقونت بدن إخالقة أي إسجا هجوة هجان كوهية بشر كبشر كهجية كورن وإن دولا إن دولا هجية نين دولا يهدون إن كلا إن دولا وشيو ديبتا كورنه لكن رب السماوات إنك وهجيو وينو كفانا وشخصية متميزة ولذلك ما إلهي وحو النبي يسيكو لي عليه الصلاة والسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إلهي النبي يسي محمد عليه الصلاة والسلام وحكو لي وحتى هذا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين عبادة ديدة قورة عيقة نرش شيدة قير ديدة يعني نرش الدمان تيد بإلهي بأنا قوص قنطي وان ويبان هستاه هاي ويبان صارناي طريق توصل الطريق المستقيم هاي ويقص الطريق المستقيم ما جت توصل ما صارنا هيدا ورب العالمين كحق يسكو صعدة عدنا أقول شريكي لمايو وأنا لا يفرينا سيدا وتوصل هذا وأنا أول المسلمين إلهي سبحانه وتعالى وحط المام يا شخصية هذا مسلم كي مركزي أنا كسر عناطه وحكلين دوني ذا كشرون لكم دينكم ولي الدين بأي الله إلهي سبحانه وتعالى والدين تيني يدقن كيني يمدب كيني يأرقين لدين لدني مدين يبرسنا لتقين لدين أيضا تتقيني هو يدين لدين قاركا أنا قنا محي ولي الدين دي أنا كيغان تاغن حي